نروح لابراهيم عادل بقى. النهارده صحينا الصبح كلنا على حسبي الله ونعم الوكيل. خير يا ابراهيم عادل؟ في ايه ابراهيم عادل؟ والقصه اللي حكيتها لكم امبارح مع ختافي والكلام ده كله، وكان في شروط في العرض مش لطيفه، يعني ما تلقش باللعيب، انت تبقى رايح كده مش بشكل حلو، مش بشكل انت رافع راسك. نادي بيراميدز رفض الكلام كله، حتى ختافي راحوا مغيرين العرض، زودوا له 350 الف يورو، برضه بيراميدز قال لا ارجع فورا. فواضح ان الامور ليست على ما يرام، او الامور ما مشيتش ما بين ختافي وما بين بيراميدز، فالمين اللي اتضر هو ابراهيم عادل. فابراهيم عادل راح كتب حسبي الله ونعم الوكيل، ان يعني اظن الفرصه ضاعت، ان هو يبقى مطلوب في نادي بيلعب في الليغا في الدوري الاسباني وما تكملش. مش عارف هو بيقصد بيها مين، اكيد هو بيقصد بيها حد اللي بوظ له الصفقه، يعني مين بقى اللي بوظ له الصفقه؟ فدي اللي احنا كلنا تابعناها مع ابراهيم عادل. كلام كتير واتقال، وبالطريقه دي انتوا ممكن يبقى في لعيب يجرى له ازمه او تحصل له مشكله، واحنا ما اتقرصنا قبل كده. ما هو برضو الامور مش بتقاس بهذا الشكل او بهذه العاطفه. مش معنى كده انا بقول ان نادي بيراميدز صح او ابراهيم عادل هو اللي صح، لا، لازم الامور يبقى فيها عقلانيه وفي اتفاق ما بين اللعيب والنادي بتاعه. احنا بنفكر في كذا، احنا هيبقى الحدود اللي احنا هنتكلم فيها كذا، بيبقى في اتفاق. لكن ما ينفعش ان الامور تبقى فيها عشوائيه ونرجع نقول اصل هيحصل، ممكن تحصل الامور دي مره تانية. لا خالص، مش كده. هو المواضيع كلها فيها نظام وفيها تبادل ما بين النادي واللعيب، بيتم الاتفاق على حاجه معينه، فاللعيب يروح بقى يسافر يعمل الكشف الطبي ومش عارف ايه، وبيطلع وبيجي مندوب للتفاوض. هو ده السيستم اللي بنشوفه في الدنيا كلها، لكن مفيش حاجه اسمها لعيب بيسافر لوحده كده ويروح للنادي يعمل الكشف الطبي، وهي الاداره من هنا قافله الطريق خالص. والكلام اللي جاي والعرض اللي جاي عرض بالنسبه للاداره، مش عرض يعني بقيمه ابراهيم عادل. بصراحه ابراهيم عادل لعيب كبير، ابراهيم عادل لعيب كبير، يعني من احسن اللعيبه دلوقتي اللي موجوده، واللي لو راحت اوروبا انا بقول لكم زيه زي منعم. لو راح اوروبا دلوقتي هيبقى حاجه كويسه جدا. وانت تتخيل يعني ايه ان انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في حياتك احتراف، راح تلعب في الليغا، راح تلعب برشلونه، وراح تلعب ريال مدريد، وتلعب اتلتيكو مدريد، تلعب اتلتيك بلباو، وتخش مع فرق رهيبه جدا. شوف انت الخبرات اللي هتاخدها والتقل واللعب والشهره وحاجات كتيره جدا. فالامور مش بتمشي بعشوائية، يعني مش بتمشي بعشوائية، لازم يبقى فيها شيء من النظام والانضباط، اتفاق ما بين اللعيب والنادي بتاعه، وبعدين بيتم بقى التفاوض. لكن العمليات كل واحد يعمل حاجة، لا، مش خالص، ما ينفعش تمشي كده، ما ينفعش تمشي كده. وعموما هو للأسف الشديد ان القيد قفل في اسبانيا، للأسف الشديد كمان، يعني دي اتقفلت خالص، موضوع ختافي ده اتقفل تماما يعني.